تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية بتكليف من سيدي خادم الحرمين الشريفين لحضور تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة، والذي ينعقد تحت عنوان التعايش معا سويا، التحديات والمعالجة. قامت المملكة العربية السعودية بمداخلة في هذا الشأن، تناولت فيها عدد من المسائل والنقاط الرئيسية التي تبعث على تأييد مقررات هذا المؤتمر، ومن ضمنها الحث على التحاور والتعايش داخليا وخارجيا، وكذلك العمل ضد الإرهاب. السعودية في خلال سنواتها 20 الماضية قامت بخطوات هامة جدا في مكافحة الإرهاب، لعل من أبرزها إقامة في عام 2012 مع الأمم المتحدة توقيع اتفاق لمركز لمكافحة التطرف، وكذلك إعلان التحالف العالمي الإسلامي العسكري الذي يضم أكثر من 40 دولة لمكافحة الإرهاب وكلها من الدول الإسلامية. والمنطق في ذلك في أنه إذا لم تقم الدول الإسلامية بنفسها بمكافحة الإرهاب، فإن التهمة أي تهمة الإرهاب التي باتت مؤخرا تلصق بالإسلام والمسلمين سوف تستمر. ولذلك كانت رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو ولي عهده الذي يرأس وزارة الدفاع والذي أشرف إشرافا تاما على مشروع التحالف العسكري الإسلامي، كانت الرسالة واضحة إلى أن الدول المسلمة جادة بصدق بمكافحة الإرهاب، ليس فقط عسكريا بل حتى فكريا، وحتى من حيث التمويل، وحتى من حيث التنسيق بين الدول. أيضا تناول المؤتمر نقاط عديدة جدا تتعلق بالحوار واحترام ثقافات الشعوب والأديان. لقد أنشأ الملك عبد الله رحمه الله مركز فيينا لحوار بين الثقافات والأديان، وهو مركز ذو أهمية بالغة جدا ومركز رائد في حينه، يجمع بين أطياف الشعوب والثقافات والحضارات. والسعودية ماضية جدا في مكافحة التطرف وفي أن تكون جزءا من هذا العالم، أن تعطي هذا العالم كل ما تستطيعه من مشاركة في حضاراتها، في تقديم حضاراتها السمحاء الطاهرة المتمثلة في الإسلام، وكذلك عادات وتقاليد وثقافة المجتمع السعودي، وكذلك في مكافحة الإرهاب الذي بدأ يغزو المنطقة وبدأ يغزو الدول المجاورة. نحن لا شك نعيش في مرحلة حساسة للغاية، هناك دول للأسف عربية فاشلة أو آيلة للسقوط بفعل تصرفات بعض قياداتها في السابق أو بفعل تصرفات الخارج والتدخل من الخارج. رسالة المملكة كانت واضحة سواء كانت في قمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة والتي وجهت رسائل هامة للغاية، لا سيما حول تدخلات الدولة الإيرانية والحرص الثوري على وجه الخصوص في الدول الإسلامية ومنع ذلك. أيضا كانت هناك رسائل موجهة من قبل وزراء دول وزراء داخلية دول الخليج العرب في محاولة وضع حزب الله كحزب إرهابي، وتلا ذلك حتى مؤتمر وزراء الإعلام العرب الإعلام الخليجيين بوضع حزب الله حزبا إرهابيا، وقد تم إغلاق عدد من قنوات هذا الحزب المسيء الذي يدعم الإرهاب، سواء على قنوات النايلسات والعربسات. وسوف تستمر المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب هو أساس مكافحة الشرور والآفات، وهو أساس بناء التعايش في المنطقة كلها.